حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون. واعلموا أن فيكم رسول الله. لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم الله. ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان. وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون. فضلا من الله ونعما والله عليم حكيم. واعلموا أن فيكم رسول الله. لو يطيعكم كثير من الأمر لعنتم
وَاعْلَمُوا
بسم الله وأنت حل بأذى
لقد خلقنا الإنسان في كبد. بسم الله الرحمن الرحيم. أيحسب أن لن يقدر عليه أحد يقول أهلكت مالا لبدا. أيحسب أن لم ألم نجعل له عينين. صدر الشيخ اللہ کے پڑھنے پڑھانے میں مزید برکت عطا فرمائے. آپ بخری پاکستان ہیں. فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربا.
Thank you.
ختامه مسك